السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرحب بكم جميعا في اللقاء الحي التاسع في مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي سوف نستعرض فيها العرض الكلي والعوامل المؤثرة فيه، حيث سوف نستعرض منحنى العرض الكلي على المدى الطويل أو مسمى بالعرض الكلاسيكي، ومنحنى العرض على المدى القصير مسمى بالعرض الكنزي. بالطبع أكيد أنت بتعرفوا مثل الطلب. الطلب كان يربط مستوى عام أسعار مع الكميات المطلوبة، أوكي. الآن العرض نفس النظام يصف العلاقة التي تربط بين مستوى عام أسعار والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من السلع والخدمات. الآن سوف ندرس مع بعض أولا منحنى العرض الكلي أو منحنى العرض على المدى الطويل، عندما يعمل الاقتصاد على المدى الطويل. ففي المدى الطويل نحن أخذنا في المدرسة الكلاسيكية، من فرضيات المدرسة الكلاسيكية أن الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل، أي أن كل الموارد يتم توظيفها في الاقتصاد، أي لا يوجد بطالة، سواء بطالة بشرية، عوامل بشرية أو مادية. يعني أوكي، لا يوجد بطالة رأسمالية ولا يوجد بطالة بشرية، فكل العمال موظفين في العملية الإنتاجية وكل الآلات والجرافات موظفة في العملية الإنتاجية. بالطبع هنا مستوى الإنتاج عند العمالة الكاملة لا يعتمد على مستوى أسعار. ليش؟ لأنه هون خلينا نشوف مع بعض في هون، هذا الكلاسيكال اجريجيت سبلاي الأحمر، شايفين الأحمر؟ فالعمود هذا، العمود الأحمر في الرسمة، هو منحنى العرض الكلاسيكي الذي يكون عمودي، أي أنه عند مستوى التوظيف الكامل. واي ستار تحت هي مستوى التوظيف الكامل، أوكي، هذا هو. فالآن لو حصل إنه ارتفع الطلب لأي سبب من الأسباب اللي أخذناها في اللقاء الحي الثامن اليوم، اللي هو لو ارتفع مثلا الاستثمار في البلد، لو ارتفع الانفاق الحكومي، لو انخفضت الضرائب، لو ارتفع الاستهلاك الثابت، لو زادت الصادرات او زادت كمية النقود، ففي الحالة هاي هذا تأثيره لا يوجد له اي تأثير على زيادة الانتاج نهائيا. لماذا؟ لان الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل، اي ان الاقتصاد غير قادر على زيادة الانتاج، بالتالي هو يعمل اوريدي عند اقصى انتاج ممكن. ما هو واي ستار هو اقصى انتاج يمكن انتاجه باستخدام جميع العناصر الممكنة، اوكي، بتوظيف جميع العناصر الانتاجية، عناصر الانتاج جميعها. بالتالي لو زاد الطلب ستجد الشركات نفسها عاجزة عن زيادة إنتاج، لأن الاقتصاد أصلا أوريدي يعمل عند أعلى نقطة عنده. بالتالي كل هذه الزيادة بالطلب سوف تنتقل إلى الأسعار، فترتفع فقط هنا الأسعار من P0 إلى P1. هذا هو النقطة اللي عم بيحكي فيها هون. في النقطة هون أولا، النقطة الثانية في أولا، مستوى الإنتاج عند أعمال كامل يعتمد على مستوى الأسعار بل على عوامل العرض الأخرى، العمل، رأس المال والتكنولوجيا، وهذا هو السبب في جعل منحنى العرض الكلاسيكي عمودي عند واي ستار. فعشان يزيد هذا الأحمر ينتقل يعني إلى اليمين، عشان يزيد ويعمل شيفت إزاحة إلى اليمين، يعني يزيد، لازم نزيد العمال في البلد، يعني نستورد عمال من الخارج، لان كل العمال في البلد موظفين. اذا لكي تزيد الانتاج يجب، وتنقله الاحمر الى اليمين، لازم تزيد العمال، اوكي، تزيد العمال. ده هاي الشرائح بتنزل قريبا جدا، خلال يومين هاي الشرائح تنزل، اللقاء التاسع واللقاء العاشر يوم الخميس، تنزل اليومين ان شاء الله. لا لسه ما نزلتها. هاي الشرائح تنزل هاليومين ان شاء الله، التاسع والعاشر هاليومين، اوكي. الان
نكمل. اي واحد عنده سؤال تنظيمي نترك الاخير، الان بدي اعطي الوقت للمحاضرة. المحاضرة اهم من الاسئلة التنظيمية هاي. الان شو كنت بحكي؟ والله نسيت شو كنت بحكي. والله نسيت. فهون حكيت انا انتقال منحنى العرض الى اليمين، فعشان نلقي منحنى العرض الى اليمين يجب ان استورد عمالة من الخارج، يعني شركات وظفت كل عمال في البلد. طب كيف بدها تزيد الانتاج؟ واحدة من اثنين، واحدة من اثنين، اما عن طريق تزيد الالات التكنولوجيا، تحسن التكنولوجيا وتزيد الالات، اوكي، او تزيد العمال. الان العمال عن طريق استيرادهم، وهذا يحتاج وقت، اجراءات والبحث عن عمال الى اخره، خصوصا بدك تجيبه من الخارج، واجراءات قانونيه واجراءات قانونيه والى اخره، ما هيش كبسه زر. والتقدم التكنولوجي يحتاج الى وقت، وهذا ايضا يحتاج الى وقت، اوكي. اذا فهذا كله يحتاج الى وقت. هنا فينتقل المنحنى الى اليمين زي ما نحن شايفين الان. اما على المدى القصير، اي زياده في الطلب اوتوماتيك تنعكس على الاسعار. اي زياده في الطلب اوتوماتيك تنعكس على ايش؟ على اسعار. زي ما حكيت في ظل المدرسه الكلاسيكيه، حيث يكون منحنى العرض عمودي، فان وظيفه منحنى الطلب الكلي ذو الميل السالب هي فقط في تحديد مستوى التوازن الاسعار بي، زي ما شرحت لكم قبل شوي. ايوه هون شايفين. وعليكم السلام اسماء، تقبل الله من الجميع ان شاء الله. هون ارتفع الطلب الى اعلى الى اليمين من AD0 الى AD1، فادى ذلك ان ترتفع الاسعار من P0 الى P1، شايفين. لكن الانتاج بقي كما هو ثابتا، لم يتغير. هذا على المدى الطويل، اللي هو منحنى العرض على المدى الطويل، الانتاج لم يتغير، لانه الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل. اوكي، الان ننتقل الى السلايد اللي بعده. منحنى العرض الكلي على المدى القصير، او منحنى العرض الكنزي بسموه. هذا منحنى، شوف الاحمر هون، شوف بالرسم الاحمر هون، ذو ميل موجب نسبيا، ذو ميل موجب، شايفين. اما منحنى الطلب اكيد ذو ميل سالب، اخذناه سابقا. فلاحظ الاحمر هو منحنى العرض لكل مستوى خدمات في المدى القصير ذو ميل نسبيا موجب، ايوه، حيث الشركات هنا تستجيب للتغيرات في الطلب الكلي على المدى القصير عن طريق تعديل الانتاج. هنا في المدى القصير زياده الطلب على السعر خدمات، زيادة الطلب على سعر الخدمات، يعني انتقال الطلب من AD0 الأزرق، من AD0 إلى AD1، ارتفاعه انتقال اليمين يؤدي صح بزيد أسعار، لكن في نفس الوقت بزيد الكميات أكثر. يعني أسعار صح ارتفعت زي ما أنتم ملاحظين عموديا من P0 إلى P1، من 5 ريالات مثلا إلى 6 ريالات، لكنه أكثر زاد الإنتاج بشكل أكبر. إذا التعديل بيصير على الأسعار، وبيصير على أو على الإنتاج أو على الكميات المنتجة من السعر والخدمات، لكن أكثر بتروح على مين؟ على الكميات المنتجة من السعر والخدمات. أوكي؟ هون أنا كاتب لك في المدى القصير يتم التعديل عن طريق الإنتاج أكثر من تعديل الأسعار. لاحظنا أنه بي مقارن بي زيرو قليل، الأسعار ارتفعت لكن بنسبة قليلة. أما الإنتاج ارتفع بنسبة كبيرة من واي زيرو الى واي 1 بنسبه اكبر من ارتفاع الاسعار. فالزياده في الطلب تقابل بزياده في الانتاج، والعكس صحيح، لو قل الطلب بقل الانتاج. لو قل الطلب انتقل من اي دي 1 الى اي دي 0، يقل الانتاج من واي 1 الى واي 0، مفهوم؟ فبالتاكيد الطلب الكلي فعال هو من يخلق العرض، اي يحدد مستوى الانتاج واي في الاجل القصير. الطلب الكلي فعال هو من يخلق او يولد العرض، اي يعني من يشجع الشركات ان تنتج، هو من يشجع الشركات ان تزيد انتاجها في المدى القصير. فالملخص الان
عملية التعديل عند كنز في المدى القصير نتيجة تغير الطلب تتأتى من خلال تغير الكميات الإنتاج، بينما عند في المدى الطويل يعني في المدى الفكري التغييرات والتعديلات نتيجة ارتفاع الطلب، تغير الطلب ارتفاعه وانخفاضه يتأتى من خلال التغير في المستوى العام للأسعار، بحيث هناك زيادة الطلب زي ما شفنا. لاحظ ارتفاع الطلب من اي دي 0 اي دي 1 ادى ارتفاع الاسعار من بي 0 الى بي 1 بشكل كبير، بقي الانتاج عند واي 0 عند واي ستار العمود الاحمر انظر لاسفل، في حين عند كينز زيادة الطلب من اي دي 0 اي دي 1 الازرق انتقل من اي دي 0 اي دي 1 ادى الى الانتاج، شوف الانتاج واي 0 ارتفع الى واي 1 بشكل كبير والاسعار ارتفعت بشكل محدود صحيح، لكنه في النهايه فالتغييرات بشكل كبير بتتم في المدى القصير على الكميات المنتجه عند كنز، اما في المدى الطويل بتتم على الاسعار. هذا لازم تعرفوها اوكي، بس هذا بشكل مبسط هيك لازم تعرفه اوكي. في عندنا ملحوظتين مهمتين اللي هو بدنا ناخذ فجوه الطلب التوسعيه وفجوه الطلب الانكماشية، لأنه بنسمع فيهم فجوات الطلب، فجوة الطلب التوسعية وفجوة اللي هو التوسعية بسموها inflationary demand gap وفجوة الطلب الانكماشية deflationary demand gap. الآن التوازن في النموذج الكنزي لا يعني بالضرورة زي ما هو عند الكلاسيك انه التوازن بتحقق عند مستوى التوظيف كامل. عند كينز حكى لا، خالف الكلاسيك وقال ان التوازن يمكن ان يتحقق اما اعلى من مستوى التوظيف الكامل او اقل من مستوى التوظيف الكامل، هيك حكى كينز واخذناها في المدرسة الكنزية سابقا، اللي حضر معي بيعرفها. اما الكلاسيك حكوا لا يا جماعة، الاقتصاد دائما وابدا يعمل عند مستوى التوظيف الكامل وهو دائما متوازن نتيجة مرونة الأسعار والأجور ومرونة الأسعار الفائدة. طيب الآن فبالتالي حسب كنز في المدى القصير، أنا بحكي في المدى القصير الآن، إنه ممكن في المدى القصير الاقتصاد يتوازن عند مستوى أعلى من مستوى التوظيف الكامل، أي أعلى من واي ستار، لأن التشغيل كامل زي ما انت شايف في الرسم اللي على اليمين الأحمر هذا هو مستوى التوظيف كامل واي ستار، شايفين هذا هو واي ستار اللي هو التقاء منحنى الخط ال 45 منحنى الإنتاج الكلي أو العرض الكلي من ساعة خدمات خط ال 45 مع منحنى الطالب الكلي اي دي، هي نقطة التوازن في الاقتصاد. فهنا هي النقطة هي مستوى التوظيف الكامل. الآن كنز بيحكي في المدى القصير يمكن نعمل اقتصاد عند مستوى اعلى من مستوى التوظيف الكامل، في هذه الحاله يظهر ما يسمى فجوه الطلب التوسعيه. بالطبع فجوه الطلب التوسعيه او متى هي تعني انه عندما يكون مستوى الناتج الفعلي التوازني اكبر من مستوى الناتج المحتمل او ناتج التوظيف الكامل، مما يعني وجود ارتفاع في الاسعار بسبب زياده الطلب الكلي، انتقال منحنى الطلب زي ما شايفين من اي دي الى الازرق اللي في الوسط الى اي دي 1 الاخضر، فيتوازن الاقتصاد عند اي 1 اوكي، عند اي 1 اكليبريم التقاء الواي اللي خط 45 خط الانتاج وخط الدخل او خط اللي هو العرض الكلي مع الاخضر اللي هو الطلب الكلي الذي ارتفع. فهنا نتيجه ارتفاع احد مكوناته الاستثمار او الانفاق الحكومي او انخفاض الضرائب الى اخره، فهنا يحصل انه بسبب زياده الطلب الكلي الى اي دي 1 وجود ارتفاع في الاسعار عن وهذا اي دي 1 اعلى من مستوى الطلب الكلي اللازم استيعاب ناتج الاعمال الكامله اللي هو اي دي، فلو زاد احد مكونات الطلب الكلي زي ما حكيت لكم السي
او الاستثمار الاي او نظام الحكومي الجي او انخفاض الضرائب التي، فهذا يؤدي الى انتقال منحنى الطلب الى اعلى من اي دي الى اي دي 1، وسيتحقق مستوى التوازن عند النقطة اي 1 الخضراء، حيث سيكون الدخل التوازن الفعلي عند واي 1 تحت واي 1، وهو مستوى اعلى من مستوى الدخل عند مستوى التوظيف الكامل اللي هو واي ستار. والزيادة في الطلب هنا هي زيادة نقدية غير حقيقية، أي زيادة في قيمة الناتج وليس في كمية السلع المنتجة، انعكست بسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار. وعليكم أنكم تعرفوا أنه هذا المستوى التوازن يا شباب غير مرغوب فيه، لكون الطلب الكلي الفعلي اللي هو الأخضر الخط الأخضر أكبر من الطلب الكلي المحتمل AD واللازم تحقيق التوظيف كامل، حيث جميع عناصر الإنتاج مستغلة، وأي زيادة في الطلب لا يمكن تلبيتها من طرف الشركات. هذا ما حدث في عام 2011 عندما حصل تضخم في السعودية. بالطبع نرجع لمثالنا، جلالة الملك المغفور له عبد الله جاء من أمريكا، عمل مكافأة للموظفين في الدولة، زاد رواتبهم 15%. الآن هذا قرار زاد عرض النقود M، زاد الفلوس بين الناس، اتفقنا انه منحنى الطلب ينتقل الى اعلى او الى اليمين، هذا اخذناه في اللقاء السابق اليوم، فانتقل الى اعلى من AD الى اعلى. الان الشركات في عام 2010 كان الاقتصاد السعودي بطبع اسعار النفط كانت مرتفعة جدا، كان الاقتصاد السعودي يعمل بأعلى طاقته، جميع العمال يعملون في الشركات، الاقتصاد يعمل عنده مستوى توظيفي كامل السعودي في عام 2010. جاءت الزيادة بقرار ملكي، هاي الزيادة زادت النقود بين ايدي الناس، زاد الطلب، ارتفع من AD الى AD 1. الان الشركات لم تستطع ان تستجيب لهذه الزيادة بالطلب، ليش؟ لأن الاقتصاد يعمل عنده مستوى التوظيف الكامل، كل العمال موظفين، كل الآلات موظفة. شو صار بالأسعار؟ كل الزيادة في الطلب انتقلت إلى أسعار، يعني أن الشركات لم تستطع أن تعرض أن تنتج لتلبية هذا الطلب، فأصبح الطلب أعلى من العرض أو من قدرة الشركات على تلبية هذا الطلب أو على عرض السلع والخدمات، فكل الزيادة أجت تضخم في السعودية. حتى الإيجارات المساكن ارتفعت، إيجارات المساكن ارتفعت، فأصبح اللي كان إيجاره سنوي 15,000 ب 20، واللي ب 20 25 أو 30، وأنتو أتوقع جميعا تبعتوا تلك المرحلة. هاي اسمها فجوة الطلب التوسعية أو التضخمية، صار تضخم في البلد، ارتفعت الأسعار. الآن التعديلات في الاسعار والاجور هاي بدها وقت، يعني صح الشركات بعدين استوردت عمال عشان تلبي هذا الطلب الناتج عن زياده اجور السعوديين او زياده دخول السعوديين النقديه اللي اوكي اللي ب 15%، لكن هذا اخذ وقته، يعني عشان انت تجيب عامل من بنجلاديش، انت بالطبع الاقتصاد يعمل عند مستوى التوظيف الكامل، انت عشان تزيد انتاجك كشركات تحتاج عمال، هذول العمال غير موجودين بالبلد، فانت تحتاج استيراد عمال من الخارج. استيراد من الخارج بدك اجراءات قانونيه وسفر وتروح تجيبهم وتطلب الى اخره، بدها شهرين ثلاثه اربعه بين يصير شيء اسمه التعديل او الادجستمنت. هذا الادجستمنت او التعديل يحتاج وقت، او فهنا كل في المدى القصير، اذا كل الزيادة في الطلب الناتج عن زيادة ارتفاع أجور السعوديين أو رواتب السعوديين بنسبة 15% أدت إلى ارتفاع الأسعار في البلد بشكل مرتفع جدا جدا، وصار تضخم في البلد. الآن هنا هذا اسمه فجوة الطلب التضخمية، عكس تماما فجوة الطلب
الانكماشية، يعني بتكون عندما يعمل الاقتصاد عند مستوى اقل من مستوى التوظيف الكامل الواي ستار. اوكي، فهنا عكس التفسير السابق، الاجور ليست مرنة مرونة كاملة، بالتالي يحدث انتقال، بيكون الطلب لكل الفعال اقل اقل من الطلب، الطلب لكل الفعال اقل من الطلب عند مستوى التوظيف الكامل، وبالتالي بيكون هناك في عندك عمالة عاطلة عن العمل، وبالتالي ينخفض الانتاج من واي ستار الى واي تو. اوكي، حتى يكون هناك نقص في الطلب لكل الفعال، لان الطلب لكل الفعال اللي هو اي دي تو اقل من الطلب عند مستوى التوظيف الكامل. وهنا في الاجل الطويل فقط انا اللي حكيته، يعمل اقتصاد من مستوى العمل الكامل تتعدل الاسعار في الاجل الطويل، لانه بده وقت على ما يتعدل، ياخذ تعديل بياخذ وقت، هذا ما هياش كبسة زر. اوكي، هل فهمتوا شو يعني؟ لازم تفهم، لازم تفهم انه فجوة الطلب التوسعي تحدث عندما يتوازن الاقتصاد عند مستوى اعلى من مستوى التوظيف الكامل، اي عندما يكون مستوى الناتج الفعلي التوازني اعلى من مستوى الناتج المحتمل. اما فجوة الطلب الانكماشية تحدث عندما يكون مستوى الناتج الفعلي التوازني اقل من مستوى الناتج المحتمل او ناتج التوظيف الكامل، هذا اللي لازم انت تعرفه. فهمت علي؟ ايوه، ممتاز. الان ننتقل الى اخر شريحتين لليوم، اللي هو صدمات العرض التوسعية وصدمات العرض الانكماشية، او صدمة العرض التوسعية اللي هي صدمة عرض ايجابية، وصدمة العرض الانكماشية اللي هي صدمة عرض غير مفضلة او سلبية غير ايجابية. الان اللي هو هذا تغير العرض، نحن شفنا هناك تغير الطلب قبل شوي، قبل شوي شفنا هون عند الكلاسيك انتقال الطلب الى اليمين مع بقاء العرض مثلا ثابتا هنا، يؤدي الى ارتفاع الاسعار مع بقاء الانتاج ثابتا. هون انتقال العرض ثابت، مين اللي تغير؟ الطلب ارتفع الطلب، ذهب الى اليمين عند الكنز، فاصبح بيزيد الانتاج ويزيد الاسعار ايضا، بيزيد الانتاج الاسعار وبيزيد الانتاج في نفس الوقت. اوكي، الان بدي اخلي الطلب ثابت وبدي ازيد العرض، العرض هو اللي بده يتحرك، العرض هو اللي بده يتحرك. اوكي، العرض هو يتحرك، اما الطلب زي ما انت شايف في الرسمه الازرق ثابت، بدي اثبت الطلب واغير العرض. اوكي، الان متى اصلا، في قبل ما ادخل زياده العرض، متى تحدث صدمة العرض التوسعية؟ صدمة العرض التوسعية تحدث نتيجة إما انخفاض أسعار مدخلات إنتاج أو حدوث تقدم تكنولوجي، يعني العوامل التي تؤدي إلى أن ينتقل منحنى العرض الكلي من السلع والخدمات إلى اليمين، أي يزيد العرض من السلع والخدمات. ما هي العوامل؟ عاملين، واحد انخفاض اسعار مدخلات انتاج مثل انخفاض اسعار الطاقه، لان الطاقه تعتبر عنصر من عناصر الانتاج، لان تدخل في العمليه الانتاجيه، الالات لا تعمل الا بالبنزين او بالسولر. اوكي، او اسعار مدخلات انتاج المواد الاوليه، تعتبر اسعار مدخلات انتاج، يعني انا بدي انتج مثلا احذيه، احتاج الى جلود، احتاج الى خيطان، احتاج الى هاي هي اسعار مدخلات الانتاج. طيب الان، فحدوث انخفاض في هاي اسعار مدخلات الانتاج يؤدي الى ماذا؟ يؤدي انخفاض التكلفه على المنتج، تكلفه الانتاج تنخفض. لما تكلفه الانتاج تنخفض يؤدي ذلك الى انه ينتقل منحنى العرض الكلي
من الساعة خدمات إلى اليمين، بتزيد قدرة المنتجين إنه يزيدوا إنتاجهم. لأنه انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج يؤدي إلى زيادة أرباحهم، لأنه تكلفته قليلة بتزيد أرباحه، فبتزيد العرض من الساعة خدمات. وأيضا حدوث تقدم التكنولوجيا، أيضا آلات جديدة، الآلة الجديدة، كمبيوترات، أدخلنا الكمبيوتر على العملية الإنتاجية، فهذا يؤدي أيضا إلى زيادة الإنتاج، فينتقل منحنى العرض الكلي من AS0 الأحمر إلى AS1 الأصفر، شايفين؟ مما يؤدي إلى تغير وضع التوازن من E0 إلى E1. عند E1 التقاء منحنى الأصفر مع منحنى الأزرق، أوكي، حيث هذا يؤدي إلى زيادة إنتاج من Y0 إلى Y1، أوكي، يرتفع إنتاج مثلا من 100 مليون إلى مثلا 150 مليون مثلا، وبالتالي يزيد التوظيف، لأن زيادة الإنتاج يؤدي إلى زيادة الشركات، تزيد توظيف العمال، وزيادة توظيف العمال يؤدي إلى أن تقل البطالة. بالتأكيد هذا مع انخفاض الأسعار، أوكي، يعني زيادة توظيف العمال وأيضا أسعار تنخفض، لأنه الإنتاج عرض الساعة خدمات شو صار فيها؟ عرض الساعة خدمات زاد، فالأسعار يعني عرض البطاطا، عرض الطماطم، عرض الأحذية زاد الإنتاج، فأكيد الأسعار بدها تنخفض في البلد، فينخفض الأسعار من بي زيرو إلى بي ون، وهذه هي الصدمة، تسمى صدمة عرض إيجابية أو المفضلة، وهو أفضل سيناريو مرغوب في الاقتصاد. ليش؟ لأنه أدى إلى زيادة الإنتاج مع تخفيض الأسعار. زاد الإنتاج فزاد ماذا؟ زاد الإنتاج، الإنتاج يباع ويولد دخلا، اوكي، هذا شيء جيد. وتخفيض الاسعار، مع تخفيض الاسعار، انخفاض الاسعار يؤدي الى زياده الدخل الحقيقي ايضا، زي ما اخذنا سابقا، انخفاض الاسعار بتصير القوه الشرائيه للمواطنين بتزيد، لانه اسعار السلع قلت، بدل ال 100 ريال بتجيب لي 10 تفاحات، صارت ال 100 ريال تجيب لي 20 تفاحه، اي ان كميه السلع الخدمات التي استطيع ان اشتريها بدخلي النقدي زادت. ايوه، فهي اسمها صدمة عرض إيجابية أو مفضلة يا شباب. الآن عكسها تماما، عكسها تماما صدمة العرض الانكماشية، اللي هي هون صدمة العرض الانكماشية أو المعاكسة أو غير المفضلة أو السلبية، هاي عكسها تماما. اللي فاهم الأولى يعكس الكلام الأول، يعني إذا أنا كنت كتبت هون، طلعوا، كتبت هون تحدث انخفاض، هناك بدها تكون ارتفاع، ها طلع حدوث ارتفاع في اسعار مدخلات الانتاج مع ارتفاع، على سبيل المثال ارتفاع اسعار البترول، لانه اسعار الطاقه هي تعتبر احد مدخلات الانتاج، او حدوث تراجع تكنولوجي. فهون حدوث ارتفاع في اسعار مدخلات الانتاج يؤدي، مثل ارتفاع اسعار البترول يؤدي ارتفاع التكلفه على المنتج، لانه بدل ما انا كنت بكلفني تشغيل الالات عن طريق البترول او عن طريق الوقود، تكلفته مثلا كان مليون ريال سنويا، اصبح بكلفني مليون و300 الف ريال سنويا، فالتكلفه زادت، فارباحي كمنتج تنخفض، فهذا يؤدي انتقال منحنى العرض الكلي من الساعه خدمات الى اليسار، من AS0 الاحمر الى AS1 الاصفر، مما يؤدي ان ينخفض الانتاج من Y0 الى Y1، من Y0 الى Y1، وبالتالي لما ينخفض عرض السلع والخدمات في البلد، يعني عرض الطماطم، قلت عرض الطماطم، شو بتصير باسعار الطماطم؟ بتزيد، فبالتالي انخفاض الانتاج في البلد يؤدي الى ارتفاع الاسعار من بي زيرو زي ما نحن شايفين على الرسم الى بي ون، وهذا يعرف بالركود التضخمي. ليش ركود؟ ركود لانه الانتاج انخفض، الانتاج انخفض زي ما شفنا في الدورة الاقتصادية، بالدورة الاقتصادية اخذنا شيء اسمه الركود، صح؟ ريسيشن، ايوه،
انخفاض الانتاج اللي هو عملية الهبوط من القمة الى القاع باتجاه القاع، فبصير عنده ركود اي تراجع الاعمال. الركود يعني تراجع الاعمال وتراجع الانتاج، هذا يعني ركود انخفاض الانتاج مصحوبا بارتفاع الاسعار. يعني عادة الركود العادي بيكون انخفاض الانتاج مصحوبا بانخفاض الاسعار. اوكي، ليش؟ لانه ينخفض الطلب فتنخفض الاسعار. لكن هنا في الركود التضخمي الانتاج انخفض والاسعار لم تنخفض، بل ارتفعت الاسعار. الاسعار ماذا؟ ارتفعت. اوكي، فهنا اسمه ركود تضخمي، اي ان الاسعار ارتفعت، اي ان دخول المواطنين الحقيقية انخفضت، وانخفض ايضا الانتاج فانخفضت اكثر دخولهم. ايوه، نتيجة الانتاج قل واصبح عندي ناس عاطلين عن العمل بدون دخول ايضا. فهنا وايضا اجور العمال تنخفض نتيجة وجود عرض عمال كبير، لانه انخفاض الانتاج يؤدي ان تقوم الشركات بتسريح جزء من العمال لديها، وتسريح هذا العمال يؤدي زيادة عرض العمال، فزيادة عرض العمال يؤدي ان اجور العمال الطلب على العمال يكون اقل من عرض العمال وتقل اجور العمال، اي ينخفض الدخل اكثر واكثر. فصدمة العرض الانكماشية تؤدي الى تحقيق اسوأ سيناريو في الاقتصاد، ممثلا في انخفاض الانتاج واي، في انخفاض الانتاج واي مع ارتفاع تضخم الاسعار اللي هو بي. شايفين هون انخفض الانتاج من واي 0 الى واي 1 وارتفع الاسعار من بي 0 الى بي 1. هذا هو اسوأ سيناريو يمكن ان يتحقق في الاقتصاد، اسوأ سيناريو، وهو سيناريو غير مرغوب فيه، هو عكس تماما الشريحة السابقة. الشريحة السابقة لاحظ عشان تميز بينهم صدمة العرض التوسعية بتأدي زيادة الإنتاج مع انخفاض الأسعار، الأسعار انخفضت، سوري، زيادة الإنتاج مع انخفاض الأسعار. فهنا هي صدمة العرض التوسعية. أما صدمة العرض الانكماشية تؤدي إلى انخفاض الإنتاج مع زيادة الأسعار، فهم عكس بعض تماما، عكس بعض تماما. اوكي، انتهت المحاضرة بالنسبة لليوم، واللي عنده أي سؤال على المحاضرة في البداية على المحاضرة، أي نقطة مش فاهمها أنا تحت أمره عشان أفهمه إياها. وأي واحد بعدين عنده أي سؤال تنظيمي متعلق بالأسئلة بالاختبار بأي شيء آخر يتفضل يسأل، باب الأسئلة مفتوح. الله يعافيكم جميعا. في أسئلة، ليش زيادة البطالة؟ مش فاهم. عبد الله حسين بيحكي ليش زيادة البطالة؟ شرحت ليش زيادة البطالة أنا. لأنه انخفض الإنتاج، لما ينخفض الإنتاج يا عبد الله يا حصيني، الشركات بالطبيعة بدها تتخلص من جزء من الأعمال اللي لديها. ما يعني انخفض الانتاج يعني شو بدها بعمال الزيادة؟ بدها تدفع لهم رواتب؟ ما هو رواتب العمال تكلفة متغيرة على الشركة، تكاليف متغيرة. فهذا هو السبب. نعم. حياك الله اخ عبد الله. اوكي، طيب، اقتصادنا قائم على ارتفاع البترول. اكيد اكيد الاقتصاد السعودي قائم على ارتفاع البترول، يعني الاستراكشر تبع الاقتصاد السعودي قائم على البترول. ارتفع البترول بينتعش اقتصاد، انخفض البترول بتراجع الاقتصاد. ما هلا الاقتصاد السعودي له كم سنه، سنتين او ثلاثه، من 2014 نهايه 2014 3 سنوات له بتراجع، عم بتراجع تراجع 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 تراجع. ليش؟ لانه اسعار البترول كانت عم تنخفض، صح؟ بالتاكيد. عشان هيك خطه 2030 تهدف الى ماذا؟
الى تقليل الاعتماد على البترول، يعني تغيير هيكلية الاقتصاد السعودي، الاستراكشر تبع الاقتصاد السعودي، لانه يعتمد على البترول، وهي مشكلة. على كل حال، عصر البترول نحن نعيش اخر 10 سنوات في عصر البترول، انتهى عصر البترول، نحن نعيش اخر 10 سنوات في عصر البترول. عشان هيك من الاتحاد الاوروبي اعلن الاتحاد الاوروبي في عام 2028 لن يوجد اي سيارة تعمل على البترول في دول الاتحاد، لن تجد اي سيارة تعمل على البترول في دول الاتحاد، بمعنى لن يوجد اي كازية تبيع الناس بنزين وسولر، لان العالم اوجد الآلة التي تعمل على الطاقة النظيفة. اوكي. اخترع العالم، اخترع الآلة التي تعمل على الكهرباء، خلاص. فنحن الآن بدأت السيارات الكهربائية شوي شوي تغزو الأسواق. تسلا، وقبل يومين امبارح فوكس فاجن نزلت أول سيارة تعمل على الطاقة النظيفة، على الكهرباء، وتستطيع أن تمشي بكل تعبئة 450 كيلو متر في كل تعبئة كاملة، تستطيع أن تمشي بحدود 450 ل 500 كيلو متر في كل تعبئة كاملة. فالاقتصاد السعودي عليه أن يتكيف مع التطورات العالمية الجديدة. سيارات على الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية ممكن نشوف، بس هلا على الكهربائية، لا هلا الأكثر على الكهربائية، بس بتم شحنها عن طريق الطاقة الشمسية. كلام سليم. ولا في محطات، إذا بالأردن في محطات، بدأت تظهر محطات لهذه السيارات، بدأت لسه نسبتهم 1%، 99% ما زالوا يعملوا من السيارات، 99% من السيارات ما زالوا يعملوا على الوقود، بس شوي شوي حتزيد نسبتهم شوي شوي. هلا في ناس بيحكوا انه الكهرباء يتم فيها استخدام البترول، لا بس ما هو هلا في صار الطاقة النووية، صار في طاقة الشمسية، شايفين علي؟ هاي الآن بعض المنازل كهربتها منها وفيها. أنا عندي زميل في الأردن عنده فيلا تبعته حط ألواح على السطح، وأصبح كل كهرباء بيته من سطحه، بطل شو اسمه، بطل فصل اشتراكه مع شركة الكهرباء، فصل اشتراكه مع شركة الكهرباء، واشترى السيارة تسلا، وبيشحن سيارته عن طريق الكهرباء اللي تتولد من طريق عن طريق ال عن طريق شو اسمه الشمس، حتى البيوت تصير عن طريق الشمس. فالامور بالتأكيد، بس الانستليشن تبعها بس. هل السعودية تستطيع تزرع الصحراء؟ السعودية تستطيع أن تزرع الصحراء ألواح شمسية، يعني لأنه السعودية عندها صحراء، والشمس في السعودية تسطع 300 يوم من أصل 360 يوم، فتستطيع السعودية أن تزرع الصحراء كما فعلت المغرب. المغرب سبقت السعودية في هذا الموضوع، المغرب الآن زرعت الصحراء المغربية ألواح شمسية، وقريبا جدا، والآن المغرب عندها إنتاج طاقة عن طريق الرياح وعن طريق الألواح الشمسية اكتفاء ذاتي،
وقريبا جدا في عام 2020 سوف تبدأ المغرب تصدر الطاقة لإسبانيا وللجزائر ولدول أخرى، يعني لدول أوروبية في جنوب الأوروبي. هلا هولندا، هولندا صعب الطاقة الشمسية في هولندا، لأنه صعب عندهم، مش أي دولة تستطيع فعل ذلك. ممكن يستخدموا عن نطاق معين الطاقة الشمسية، لكن بضل لأنه عندهم شتاء أكثر، يعني عندهم غيوم أكثر. الطاقة الشمسية تحتاج بلدان تسطح فيها الشمس بشكل كبير. أوكي، بالصحراء عندهم صحاري، أوكي، عشان يكون عندهم اكتفاء ذاتي. تركي هذا إحدى مشاريع نيوم من نيوم نيوم هذا 500 مليار دولار من ضمنه، صح، استخدام الطاقة الشمسية، صح، اللي هو المشروع المستقبلي اللي طرحوه جديد في شمال غرب المملكة. هذا صح، حيزرعوا صحراء هناك في الشمال طاقة شمسية. مظبوط مظبوط صح، ايوه، زي الفحم سابقا، زي العلبة البخارية. يعني ما اريد ان اقوله لكم ان الاختراع او الآلة هي من تحدد العصر، وليس العكس. بمعنى في العصر الحجري الآلة كانت الحجارة، فسمي العصر الحجري. بعده العصر البرونزي اخترع الانسان آلات من البرونز، فسمي العصر البرونزي. العصر الحديدي اخترع الانسان، استخدم الحديد في الآلات، سمي العصر الحديدي. العصر الآلة البخارية اللي هو عصر الفحم، اخترع إنسان الآلة البخارية التي تعمل على الفحم، فأصبح العصر اسمه العصر الآلة البخارية. بعدين في بداية القرن العشرين جاء العالم الألماني كارل بنز، اخترع محرك يعمل على أحد مشتقات بترول اسمه بنزين، سمي على اسمه بنز، كارل بنز اخترع. فبدأ عصر البترول، ومواطنه بالطبع مواطنه كارل ديزل اخترع محرك اخر يعمل على مشتق اسمه مشتق اخر مشتقات البترول، سمي على اسمه ديزل. فاصبح فتح ببداية القرن العشرين، فتح الباب امام عصر البترول. الان في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الـ21 استطاع العالم اختراع محرك يعمل على طاقة الكهرباء والطاقة الشمسية، فانتهى عصر البترول. زي ما لكن البترول موجود بملايين البراميل ومليارات البراميل في الأرض. انتهى عصر البترول ليس لأن البترول انتهى، انتهى عصر البترول لأن الإنسان باختراعه استطاع أن يخترع آلة تعمل على بديل غير البترول. انتهى عصر الفحم، ولكن الفحم لم ينتهي، موجود بملايين الأطنان في الأرض. انتهى العصر الحجري والحجارة موجودة، لكنه الإنسان هو من يقرر باختراعاته العصر تبعه. انتهت المحاضرة الآن، بشكركم من كل قلبي على حسن الاستماع. هناك توجه للشركات الكبيرة لصناعة الطاقة الشمسية. أكيد أكيد، نحن حكينا. أكيد لقاءنا الخميس يا شباب. ما هو للصحراء فائدة، لكن لازم يكون في بعد نظر، لازم يكون الآن مفروض الآن السعودية، هو مفروض من 10 سنوات أو 20 سنة كان من يعني أنا بعتقد إنه كان من 20 سنة عوائد النفط المليارات كان يجب أن تستثمر في زراعة الصحراء بالألواح الشمسية، بحيث تصبح السعودية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في العالم. لكن هذا الأمر لم يتم حتى الآن. المغرب سبقت السعودية في هذا الأمر، للأسف بقولها للأسف. المغرب قامت بزراعة الصحراء المغربية بألواح شمسية، وقامت أيضا بزراعة الجبال بالمراوح، هاي المروحة الكبيرة اللي هو طاقة الرياح. اوكي، ما انا حذفت، شو بدي احذف اكتر من هيك؟
التكنولوجيا الدكتور ستلعب دور مهم في اقتصاد الدول. اه اكيد التكنولوجيا يا تركي، معك حق معك حق. القيمة المضافة بتزيد تكلفة على المواطنين بالطبيعة. هلا انت روح نوف، روح يا نوف اشتري سيارة في عام 2018 سعرها حيزيد عليك 5%. بمعنى لو سعر السيارة 100,000 حيجي صاحب شركة السيارات تويوتا بتبيع سيارة مثلا لاند كروزر 100,000، مش هتدفع 100,000، هتدفع 105,000 بالتأكيد. إضافة قيمة في شراء السيارات أكيد أكيد. الإيجارات لا، الحكم مش هيفرض على الإيجارات، الإيجارات لا. أوكي. إذا أكيد أكيد إن شاء الله. أخت نور شو ممكن؟ أوكي تطور الآلة. حياك يا الله أخت سوسن. دكتور المهم في الصدمات معرفة الجهة المنحنى وارتفاع. أيوه فقط، أيوه صح سعاد صح، بالصدمات هذا المهم صح. الله شكرا أخ عبد الله. اللي ناوي يشتري سيارة برافو نور، يشتري الآن قبل بداية 2018 الآن، يعني معك 15 يوم إذا حابب تشتري سيارة جديدة تشتري الآن قبل 2018، لأنه حيزيد سعره 5% بالطبيعة بالطبيعة، حيزيد كل أسعار السيارات الجديدة 5%. طيب الخميس الساعة 4:30 بيسألوني الشباب محاضرة الخميس أي ساعة؟ الساعة 4:30 إن شاء الله. 4:30 إن شاء الله. جي يا حسين العنزي، جي تعني الإنفاق الحكومي، وتي تعني الضرائب الضرائب. إن شاء الله. طيب مهرة بتسألني كم بقى ونختم؟ بقي 3 لقاءات، يوم الخميس لقاء ويوم الثلاثاء لقاءين إذا الله راد. خلال يومين حنزل لكم من هون للخميس، أكيد حنزل لكم خلص بنزل لكم كل اللقاءات تبعت اليوم وتبعت الخميس، شايفين علي؟ بيكون ضل بس لقاءين، بجوز احذف شوي منهم اللقاءين تبعون الثلاثاء، خليني اعدل فيهم، بدي احذف لي شوي ببعض الاشياء هيك اخفف عليكم وبنزل لكم اياهم ان شاء الله اذا الله راد. اكيد يا عبد الله الحسيني راح نتذكر سيارات البنزين، ولو اكيد هو في احلى من سيارات البنزين. رسم حكينا لا. دكتور مكتوب الموقع 6:30. سوري 6:30، اسف الخميس 6:30 صح. انا عندي محاضرة قياسي، عندي محاضرة هون، عندي اختبار صح. اسف يا نور، اسف انا غلطت. الخميس شباب 6:30، يوم الخميس 6:30 وليس 4:30، انا بعتذر منكم. شكرا يا نور انك صححتيني، شكرا شكرا. 6:30 الخميس باذن الله. دكتور اسد تكاليف يعني شبيهه فيها، مش شرط تكون هي، مش شرط تكون هي، انا بس الاسئله عشان ادربك على الاسئله، عشان تدريب. ما هو هاي الجزئيه حاطتكم اسئله عليهم الاسبوع القادم، حنزلكم مجموعه كبيره، مجموعه اسئله زي ما نزلتكم مجموعه اولى، حنزلكم مجموعه ثانيه ان شاء الله، هنزلكم مجموعة تانية إن شاء الله. تكاليف بس هاي التكاليف اللي نزلت لكم إياها. مكتوب موقع. مكتوب موقع 6:30، خلص 6:30 معناته لقائنا يوم الخميس 6:30 زي ما هو مكتوب بالموقع، أنا آسف غلطت. طيب شباب يعطيكم ألف عافية، نلتقي يوم الخميس في اللقاء العاشر الساعة 6:30، فإلى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.